في المحضور. هذه الإعادة معذبهم يا الشاولي، محنهم يا الشاولي، هذا هو الشاولي. نعم قلتها في الجولة الأولى، سيعذبهم كثيرا بمهاراته بانسلالاته بمراوغاته. ها هو يوقع الدفاعات ويسين الحد في المحضور، فمن سيتكلف بالتنفيذ؟ هل هو النغم يا مصروخ؟ واحد منهما سيتكلف بتنفيذ ركلة الجزاء، هو خالد الصاروخ صاحب الاختصاص. هنا صاحب الاختصاص يسعد نعم لتنفيذ ركلة الجزاء. الحكيم يعطي الإشارة، طنجة تفعل في هذه اللحظات من ركلة الجزاء، والصاروخ بهدوء، الصاروخ بهدوء يضع في المرمى العسكرية. 1-0 لأسياد الشمال، 1-0 لفارس البوغاز، 1-0 لاتحاد طنجة في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام، المباراة سنتابع آخر بعد هدف الصاروخ من ركلة قاضي قاضية نوعا ما، لأنه البسخولي هو اللي بحث عن جيو ناصينو، البسخولي بحث عن جيو ناصينو، لكن في نهاية المطاف البسخولي كان ذكيا، البسخولي كان ذكيا وعرف كيف يأتي بركلة الجزاء في هذه اللحظات. أوه يا لم اللحظات المثيرة مشاهدينا الكرام، يا لم اللحظات المثيرة مشاهدينا الكرام. إذا سنتابع ركلة الجزاء وفرصة للتعديل في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام، الحكم يعطي الإشارة، بانو ديوارا، بانو ديوارا يستعد للتسديد، بانو 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 هدف التعادل، هدف التعادل لنادي الجيش. سنتابع الإعادة مرة أخرى. نعم بانو ديوارا يغالب الحارس، بانو ديوارا يغالب الحارس. شوف الصورة، أحمد الرضا تاكناوتي في جهة والكرة في الجهة ديال مقابلة بالفعل. في نهاية المطاف طبعا ركلة الجزاء فيها وعليها، هناك من يقول فيها ركلة جزاء وهناك من يقول أعتقد في هذا الوقت لا أحد سيجازف، وإن كان الجيش الملكي هو الأكثر بحثا في هذه اللحظات عن هدف ثاني قد يدخل. فرصة فرصة